تو عندنا اطماع فيكم 12 ساعه 12 ساعه سير بزاف 12 وبزاف مع ذوك التطور تاع الجيش 12 ساعه بزاف والله ما يقدروا يتحركوا والله ما يردوا كرتوش قال لك 12 ساعه هذا بالمناسبه محامي يا حسره سميتو بيطان قال لك 12 ساعه يحروهم الصحراء من المغاربه وبالمناسبه 12 ساعه راه خصك غير باش تفيق شنقريحه ودوك لي جينيرو المتقاعدين خصك اكثر من 12 ساعه باش يفيقوا من الناس انت دغيا جمعتيهم وفيقتيهم ودخلتي في 12 ساعه قال لك هو كاع ماشي 12 ساعه ولكن بحال كيشوفني بحال شي دراري صغار عرفتي دوك الوليدات الصغار لا انا غادي ندير لك لا انا غندير لك لا انا غندير لك وليدات صغار دراري صغار صافي محامي يا حسره هادو في حق خصهم شي واحد دمه سخون اما حنا دمنا بارد حنا مودي صاحب الجلاله قال لك حنا نمد ايدينا لاخواننا في الجزائر بالعكس ما غيشوفوا منا غير الخير ولكن بحال هادو هادو خصهم شي واحد يكون دمه سخون ما يكملش الجمله يدقى دخل عليه هو في الساعه الاولى واش غنقول لكم المثل اللي كيقول لك القافله تسير والكلاب تنبح كينطبق على امثال هذا هب 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 الناس خدامة تتبني الحمد لله في البلاد وغتنظم الملتقيات وكتنظم الملتقيات الناس غتنظم كاس العالم وغتنظم كاس افريقيا وهب هب 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 غيدخل علينا في 12 ساعة لا حول ولا قوة الا بالله بالمناسبة هذيك اللي بغيتي تدخل عليها في 12 ساعة راه مشات اليوم سنات مع لأول مرة في تاريخ شي لاعبة عربية غتسني مع فريق إشبيلية ونقول لها مبروك تونات لاعبة الجمعية الرياضية للجيش الملكي سمعت في فريق إشبيلية كتلعب مع المنتخب النسوي وانت جلس هب 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 انت وهذاك خونا اللي قال لك جدو استشهد قال لك سيدي فين استشهد في حرب الريمان لا حول ولا قوة إلا بالله